بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من قناة عيشي حياتك مع شيماء. ان شاء الله النهاردة ببيضة واحدة بس هخلصك من مشاكل كتير جدا للبشرة. اول حاجة، لو عايزة تشدي بشرتك وتخفي التجاعيد والخطوط الرفيعة، وكمان عايزة تقشري البشرة وتفتحيها، هيبقى ان شاء الله في الوصفة اللي انا هقولها لكم دلوقتي. وكمان عايزة فيه نضارة واشراقة للبشرة، ان شاء الله كل ده متوفر في الماسك اللي انا هعمله معاكم دلوقتي، ومكونين اتنين بس، وهي البيضة البلدي. انا بفضل طبعا في الماسكات يكون البيض بلدي، وكمان معايا قطارة سي فيت اللي فيت فيتامين سي اللي احنا بنجيبها من الصيدلية. طبعا هي مش غالية، هي ب 13 جنيه، وهتاخد معاكي وقت طويل، وكمان ممكن تستخدميها في وصفات تانية كتير. طبعا انا كنت عاملة لكم بديل فيتامين سي منها، فان شاء الله هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة. ويلا بقى نبدأ ازاي نجهزها. انا معايا كده بياض البيضة فصلته عن الصفار، وهبدأ اقلبه كويس قوي 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 لحد ما يبدأ يعمل عندي فوم، او يعني يفك شوية من بعضه. هضربه ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. خلاص يا بنات، انا كده ضربته لحد ما بقى بالشكل ده. هضيف ليه بقى اللي هو السيفيت، زي ما احنا شايفين كده بتيجي من عند الصيدلية. هضيف لها حوالي 10 نقط. زي ما احنا شايفين كده وهبدأ اقلب. طيب لو انا ما عنديش السيفيت او بشرتي ما بتتحسسش من الليمون، ممكن استبدل القطارة دي او النقط اللي انا حطيتها دي بالليمون. ما عندكيش استخدام القطارة؟ طبعا القطارة دي مفيدة جدا للبشرة يا بنات، بتدي لها نضارة وتفتيح عشان تبقوا عارفين، وامنة جدا على البشرة. طب ازاي هستخدمها؟ اول حاجة، لو انت عندك شيت ماسك اللي هي الكبسولة الصغيرة ام جنيه، ممكن تحطيها على بشرتك عادي، يعني تحطها هنا لما تشرب الماسك، تحطها هنا في الوصفة لما تشرب الماسك وتبدأي تفرديها على بشرتك، ولما تنشف بتشيليها. طيب انا ما عنديش الشيت ماسك، اعمل ايه؟ لو عندك مناديل ورق ممكن تبلي بشرتك الاول بالوصفة دي، وبعد كده تحط عليها المناديل الورق، وترجعي تاني تبلي المناديل الورق بالوصفة او ببياض البيض، ولما ينشف بعد كده بتشيليه، فطبعا بينضف لك البشرة، وزي ما قلت يعني تفتيح وتقشير للبشرة وشد كمان للبشرة. طيب ما عنديش مناديل ورق، ممكن اعمل ايه؟ ابسط حاجة طبعا بتاخدي الوصفة دي بتفرديها على بشرتك كلها، وكمان ممكن تستخدميها لايديكي على فكرة، تفرديها على بشرتك وتسيبها لحد ما تنشف قوي قوي قوي، تبقى بشرتك مشدودة زي الازاز بالظبط. بعد كده بتقومي بقى بميه دافيه بتبداي تغسلي البشره بتاعتك، بعد كده بميه ساقعه، ولو عندك مكعبات تلج او مكعبات ميه الورد تاخديها تمشيها على بشرتك، بتفرد البشره بطريقه صعبه، وكمان بتشيلك التجاعيد والخطوط الرفيعه. بجد ده حاجه مذهله جدا التلج للبشره يا بنات. ما عندناش، لو عندك زيت لوز حلو بتدهني بيه بشرتك، ما عندكيش زيت لوز حلو، ممكن لو عندك اي نوع كريم مرطب بقى انت بتستخدميه تدهني بيه البشره. بجد الوصفه دي حلوه قوي يا بنات، تقشير وتفتيح وشد للبشره، وكمان مع مداومتك لاستخدامها مش هتلاقي ان شاء الله تجاعيد ولا خطوط تعبيريه في بشرتك. استخدميها مره واحده في الاسبوع، لو انت عندك بشرتك بايظه شويه ممكن تستخدميها مرتين، انا بستخدمها مره واحده بس. بصوا مفيده جدا، يا رب كده كلكم كده تجربوها وتستفيدوا منها ان شاء الله على ضمانتي. الوصفه دي مفيده جدا 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 للبشره. ما تنسيش اللايك للفيديو، وكمان شيريه لصحباتك، ولو كنت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.